السلام عليكم. وفاة الفنان والممثل كمال الدين الغني. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان والممثل كمال الدين الغني الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. وجاء في بلاغ الوزارة أن الفقيد كمال الدين الغني عرف بغزارة أعماله المسرحية والدرامية، حيث شارك في عدة أعمال مسرحية ضمن جمعية النجاح المسرحي الباجي وجمعية الحبيب الحداد للمسرح بباجة وجمعية الأمل الجديد للمسرح، ونذكر من بينها هذا علاش، هذا علاش، ورحلة إلى الملك، وعنتره لا يموت مرتين، وناسك رحلوا، وغيرها. وكانت للراحل مشاركات في العديد من المهرجانات والتظاهرات الوطنية والدولية بكل من سوريا والمغرب والجزائر وفرنسا، وحصدت الفرق المسرحية التي عمل معها العديد من الجوائز والتتويجات. وشارك الراحل كمال الدين الغني في أعمال درامية من إنتاج التلفزة الوطنية، نذكر منها إخوة وزمان وغيرها. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.